إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. زيت استثنائي يلفت الانتباه من اسمه إلى فوائده، زيت الحياة. في هذه الأوقات عندما بدأت الزيوت النباتية في الانتشار أكثر فأكثر، صادفنا زيت الثعبان، الذي سمعنا اسمه أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة. كانت هناك أسماء مشهورة قالوا إنهم استخدموا هذا الزيت الذي يمكن أن يجعل الناس يرتجفون عندما يسمعون اسمه، وهناك من يتحدث عن مدى فائدة زيت الثعبان. ماذا عن زيت الثعبان وما هي فوائده وكيفية استخدامه؟ حان الوقت الآن للتعرف عليه من جميع جوانبه، للتعرف على الأضرار والآثار الجانبية لزيت الثعبان. إذا صادفته في يوم من الأيام، فاعرف ما هو. بعد التعرف على فوائد زيت الثعبان وكيفية استخدامه، قرر بنفسك ما إذا كنت ستستخدمه أم لا. ها أنذا، زيت الثعبان. هل حقا مشتق من ثعبان؟ لمن يقول، ما هو زيت الثعبان؟ عندما تسمع اسم زيت الثعبان لأول مرة، قد يكون لديك العديد من علامات الاستفهام في ذهنك. دعنا نواجه الأمر، هذا طبيعي تماما. نحن على يقين من أنك تفكر، هل حقا من ثعبان؟ ربما كنت تعتقد أنه في أعماقك لم ترغب أبدا في سماع الإجابة الصحيحة على هذا السؤال. لكن بما أننا قلنا دعونا نتعرف عليه من جميع جوانبه، فلن يكون من الممكن البدء دون الإجابة على هذا السؤال. نعم، زيت الثعبان هو بالفعل نوع من الزيت يتم الحصول عليه من الثعابين. هذا الزيت، الذي قيل أنه استخدم منذ العصور القديمة، منذ مصر القديمة، كان يستخدم مع زيوت مختلفة في ذلك الوقت وكان ينظر إليه على أنه حل خاص لأولئك الذين يعانون من مشاكل الصلع. يتم إنتاج هذا الزيت في الصين وجنوب إفريقيا، المشهورتين عالميا من حيث الطب البديل، وقد أصبح هذا الزيت توفرا في أجزاء كثيرة من العالم بمرور الوقت ويستمر في زيادة شعبيته يوما بعد يوم. يمكنك بسهولة الحصول على هذا الزيت، الذي يقال أن له العديد من الآثار الإيجابية، خاصة من أحماض أوميغا 3 الدهنية في محتواه، من أعشاب موثوقة ومواقع بيع موثوقة عبر الإنترنت تبيع المنتجات الطبيعية في بلدنا. يعرض زيت الثعبان عموما للبيع في عبوات زجاجية صغيرة داكنة لحمايته من الضوء. ماذا تعتقد أنه يفعل؟ فوائد زيت الثعبان. زيت الأفعى مفيد لآلام المفاصل والعظام، وذلك بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية أوميجا 3. يدعم التئام الجروح على الجلد وسرعة مرور ندباتها. يرطب البشرة ويمنعها من الجفاف. كما يمنع تكوين حب الشباب وحب الشباب، وذلك بفضل الوقاية من الالتهابات التي تصيب الجلد. يخلق تأثيرا ضادا للشيخوخة مع الأحماض الدهنية المفيدة ويؤخر تكوين التجاعيد قدر الإمكان. من المعروف أنه مفيد أيضا للإكزيما، لكن من المفيد لمن يعانون من الإكزيما استشارة الطبيب قبل استخدامه. دعنا نتعرف على الفوائد الأكثر شهرة والأكثر استخداما لزيت الأفعى، وذلك بفضل الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الأفعى، فهو يوفر العديد من الفوائد لصحة الشعر. زيت الثعبان الذي يساهم في نمو الشعر يقوي بصلة الشعر. بفضل هذه الخصائص، فإن الزيت، الذي يسمح أيضا للشعر أن يصبح أكثر سمكا، مفيد أيضا للأطراف المتقصفة. يقال أنه بينما يجعل الشعر يتألق بصحة جيدة، فإنه يساعد أيضا على التبييض في وقت متأخر قدر الإمكان. أخيرا، من الممكن ملاحظة آثار زيت الثعبان على شعر الحاجبين واللحية. يمنع تساقط الحاجبين بينما يزيد سمكهما. وبالمثل، فإن أولئك الذين يشتكون من تناثر لحاهم يمكن أن يكون لديهم جذور أقوى ولحى أكثر سمكا من خلال الحصول على دعم من زيت الثعبان. لا يخلو من تعلم كيفية استخدام زيت الثعبان. إذا كنت ستستخدمين زيت الحية للعناية بالشعر، خذي بعض زيت الثعبان حسب كثافة شعرك وامزجيها بزيت آخر مفيد للشعر، مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون، في 1:1. لذا، إذا كنت ستستخدم 10 قطرات من زيت الثعبان، يمكنك إضافة 10 قطرات من زيت آخر إليه.
ثم ضعي هذا المزيج عن طريق تدليك فروة رأسك بلطف مع الأطراف المتقصفة واتركيه على شعرك لمدة 2 إلى 3 ساعات. ثم اغسلي شعرك كالمعتاد واشطفيه جيدا للتخلص من هذا الزيت. يمكنك تكرار هذه العملية كل 3 إلى 5 أيام. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك استخدام زيت الثعبان دون خلطه بزيت مختلف، ولكن نظرا لأنه زيت مكلف وقوي، فمن الأفضل استخدامه عن طريق مزجه. إذا كنت ستستخدم زيت الثعبان لتكثيف لحيتك، خذ 6 إلى 8 قطرات من زيت الأفعى وقم بتدليكه في أسفل لحيتك بأطراف أصابعك. احرص على تغذية الزيت خاصة إلى الأجزاء التي تريد أن تنمو اللحية فيها بشكل أكبر. اتركه هكذا لمدة 2 إلى 3 ساعات، ثم اغسله جيدا واشطفه. يمكنك تكرار هذا الطلب 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. إذا كنت ترغب في دهنه مباشرة على بشرتك، أمزج الكمية المناسبة من زيت الثعبان بزيت مختلف مناسب لنوع بشرتك، مثل زيت الزيتون، وقم بتطبيقه بالتدليك. هذا هو. أخيرا، من الممكن العثور على صابون مصنوع من زيت الثعبان في السوق. إذا كنت ترغب في استخدام هذا الصابون، يمكنك غسل شعرك بأمان بهذا الصابون كما تفعل دائما. إذا تسبب أي من استخدامات زيت الثعبان المذكورة أعلاه في حدوث مشاكل مثل الحكة والاحمرار على بشرتك أو فروة رأسك، فيجب عليك التوقف عن استخدامه على الفور، وشطف بشرتك جيدا واستشارة الطبيب فورا إذا لم يزول الانزعاج. كما يجب أن يعرف آثاره الجانبية، وهل في زيت الثعبان ضرر؟ نظرا لاستخدام زيت الثعبان خارجيا، فلا يوجد أي ضرر جسيم أو آثار جانبية معروفة حتى الآن. ومع ذلك، كما يمكنك أن تتخيل، فإنه من الأهمية بمكان لمن لديهم حساسية في الجسم والذين لديهم حالة جلدية مختلفة وخطيرة، بما في ذلك فروة الرأس، استشارة الطبيب قبل البدء في استخدامه، والتصرف وفقا لتوصيات الطبيب. وبنفس الطريقة يجب الحرص على عدم إجراء تجارب مختلفة مثل تضمين زيت الثعبان في الوجبات والسلطات، ويجب عليك استخدامه بالطرق الموصى بها. أخيرا، كما هو الحال في كل شيء آخر، يجب ألا تفرط في استخدام زيت الثعبان. دعنا نقول، بينما تريد الاستفادة، لا تفعل أي شيء يضر نفسك وصحتك دون أن تدرك ذلك.